دولة تحترم القضاء وتضمن استقلاله وتفعل مبدأ الفصل بين السلطات دون تراجع أمام إرهاب يظن أن بمقدار اختطاف الوطن وإخضاعه. ذلك الإرهاب الذي عانت مصر من ويلاته منذ عشرينيات القرن الماضي حين بدأت إرهاصات هذا الفكر البغيض تبث سمومها مستترة برداء الدين للوصول إلى الحكم وتأسيس دولة الخلافة اعتمادا على العنف المسلح والإرهاب كسبيل لتحقيق أغراضها. وهنا أريد أن أؤكد أنه لا ينبغي السماح لهؤلاء بالإساءة للدين الإسلامي الحنيف ولمليار ونصف المليار مسلم الذين يتمسكون بقيمه السامية. فالدين أسمى وأقدس من أن يوضع موضع الاختبار في أي تجارب إنسانية ليتم الحكم عليه بالنجاح أو الفشل. إن الإرهاب وباء لا يفرق في تفشيه بين مجتمع نام وآخر متقدم، فالإرهابيون ينتمون إلى مجتمعات متباينة لا تربطهم أي عقيدة دينية حقيقية، مما يحتم علينا جميعا تكثيف التعاون والتنسيق لتكثيف منابع الدعم الذي يتيح للتنظيمات الإرهابية مواصلة جرائمها أعمالا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتحقيقا لأهدافها.